ايه رأيك في الامتحان النهارده؟ لا الامتحان صح، كان صح الطالب يعني اللي هو متوسط يعني، بس يعني كان في حاجات تكات اللي هي تبقى امتحانات يعني. طب ما كانش صعب عليكم ان الامتحان يبقى مجمع؟ لا لا كان لا بالعكس الفكره كانت اسهل كتير يعني، الامتحان كله في ماده في يوم واحد مش بنفس كذا مره، بيقصر عشان الدورات الوقائيه واليومين اللي احنا فيه. تمام، رأيك ايه في الامتحان النهارده؟ كان صعب عليكم ان يبقى كل الامتحانات في نفس الورقة وضغط وكده ولا ايه؟ اسهل من قبل كده يعني؟ رأيك ايه في الامتحان النهارده؟ الحمد لله سهل كويس، ممكن تقولي رأيك في الامتحان النهاردة؟ الحمد لله تمام كويس جدا. طب صعب او كده ولا ومش صعب ان هو يبقى امتحان مجمع فيه كل المواد؟ لا 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 خالص؟ ده كله طول كله طول. رأيك ايه في امتحان النهاردة؟ الحمد لله سهل سهل، حاجات كده حاجات تركات يعني، محتاجة تركيز؟ تركات حاجات بسيطة. رأيك ايه في الامتحان النهارده؟ سهل ان هو يبقى مجمع وكده ولا كده صعب عليكم؟ انت رأيك ايه في الامتحان النهارده؟ مفيش اي صعوبات واجهتك في الامتحان او كده؟ رأيكوا ايه في الامتحان النهارده؟ كان سهل يعني؟ الامتحان يبقى ان هو يبقى مجمع او كده ده صعب ولا دي حاجه كويسه؟ شكرا. كان صعب عليكم ان يبقى كل الامتحانات في نفس الورقه وضغط وكده ولا ايه؟ اسهل من قبل كده يعني؟ رأيك ايه في الامتحان النهاردة؟ الحمد لله سهل كويس، مفيش فيه كتير اللي هو يخلي الامتحان صعب. ممكن تقولي رأيك في الامتحان النهاردة؟ الحمد لله تمام كويس جدا. طب صعب او كده ولا ومش صعب ان هو يبقى امتحان مجمع فيه كل المواد؟ لا 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 خالص؟ ده كله طول كله طول. رأيك ايه في الامتحان النهاردة؟ تركات يعني، محتاجة تركيز؟ رأيك ايه في الامتحان النهاردة؟ سهل ان هو يبقى مجمع وكده ولا كده صعب عليكم؟ انت رايك ايه في الامتحان النهارده؟ مفيش اي صعوبات واجهتك في الامتحان او كده؟ شكرا. رايكم ايه في الامتحان النهارده؟ كان سهل يعني؟